اوكي اوكي وصلنا وصلنا الموقع. يا ساتر وشو ذا؟ الو يا شوفوا موتر كيف. والله معدوم صح. نقطة تفتيش يا عيال. اوكي ابشر بي عندي الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة بوليس سوميليتر أو محاكي الشرطي. يحيى إبراهيم رجع لكم. المهم يا عيال لا تنسون تصلون على النبي وتضيفوني على السناب هنا، وكمان تعطوني لايك وتشتركون في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلون زر التنبيهات، ومشاهدة ممتعة. طبعا يا عيال على طول ندخل على الجيم. قريت كل تعليقاتكم وقلتوا لي، يعني شفت حسام كاتب لي انه المدن الكبيره هذه راح تفتح لي بعد التحديث، لان ما اتوقع هو فعلا انا حققت التارجت المطلوب لكن ما فتحوها لي، فالظاهر ان كلامه صحيح راح تفتح بعد شو اسمه بعد التحديث. فالآن ودي نرجع نشوف لنا مدينة جديدة. ما أدري توقع المدينة هذه قد أخذناها أو قد دخلنا فيها. بشوف المدينة هذه، توقع من زمان ما لعبنا فيها، فخلونا نشوف. طبعا قريت أغلب التعليقات اللي موجودة. في ناس كتبوا لي أنه لما تروح الحادث قوي لازم تقفل الشارع أو شيء زي كذا، فبنجرب اليوم معكم كل شيء اللي كتبتوا لي بنجربه بإذن الله. وبسم الله يا عيال نبدأ. شفتنا أتوقع يا عيال الحلقة اللي فاتت بدينا من نفس القسم، أتوقع ما خاب ظني. وين نروح؟ أوكي نبدأ. شفتنا يا عيال حلو، الإشارة فاتحة وأشوف قدامي يا عيال صيدة صيدة يا عيال. شوف الفورد يا عيال. خلينا نعطيهم خالف على السريع. اوكي 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 في بلاغ يا عيال، في بلاغ. خلنا نسطح هذا ونمشي. يلا 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 سريع 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 سريع. طبعا بلاغ احمر فلازم نشغل السفاتي وندز يا عيال. الحق ما تلحق، ما ادري ايش المطلوب. شيء اول مره اشوفه. هيدنج ما ادري ايش اقرافتك، ما والله ماني عارف اقرا. خلينا نروح ونشوف ايش السالفه. يا ساتر. بشرط من هذاك قبعد. اوكي اوكي وصلنا وصلنا الموقع. يا ساتر وشو ذا؟ اوكي 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 قلتوا لي يا عيال انه انا لازم اسوي الشيء هذا صح؟ لا والله مو هذا يا عيال، مو هذا يا عيال، لا 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 لا. فخلينا على طول نسعف المصابين، نعطيهم بس خلينا نسعفهم. ما هو غلط غلط انه انا اسوي الشيء هذاك. ما اقدر احط صاين. I have an injured person requesting an ambulance. يا ساتر يا ساتر، ذول ايش توفوا ولا ايش؟ خلينا نطلب لهم كلهم الاسعاف. اوكي الان حيجي الاسعاف. لازم نشوف ايش شافوا المواطنين. اوكي yes, officer. I even know the person. اوكي يقول لي يعرف الشخص، حلو ممتاز. شيء هذا حيفيد انا. جاني اخضر بس انه اوكي هذا اعطاني بس انه ما اعطاني معلومات عن الشخص، فلازم نبحث عنه بانفسنا. طبعا هو لابس اصفر لازم نركز. اوكي هذا هو. تعال تعال يا حبيبي تعال. ايش اقول له؟ مشتبه فيه صح؟ I stopped you because you match a description. I'm sure I just look like the person. اوكي يقول انا اشبه الشخص بس مو هو، لكن والله مو علي. معليش والله معليش، عطني هذا وقول له. I have to arrest you for having an open warrant. اوكي اعطوني 10 ما ادري. Please officer. والله معليش يا صاحبي. I need some backup here. هلا نشيله يا عيال لانه يشبه الشخص يا عيال. انا نظرتي ثاقبه. اوكي الدوريات حيجون ذا الحين، لان الشخص الثاني اعطاني شكله صورته، اعطوني 10 نقاط. اتوقع هذا على اللي اسعفتهم.
الان خلي بس تيجي الدوريه تاخذ هذا، لان اتوقع لو رحت وخليته حيخصمون علي. يا عيال والله الباك طول علينا، هذا اللي يجي يشيل المجرم طول يا ولد. لو اني اقدر اسحبه واوديه الدوريه بيكون افضل، بس ما اقدر للاسف. شوف لما اضغط ما اقدر اسوي اي شيء، فما في الا ننتظر لين ما تيجي الدوريه عشان تاخذه. اوكي وصل. اعطاني 225 نقطه يا عيال، دايم هذه بدايتها. اوكي الاسعاف لسه موجود هنا. I'm on my way. قبلت الطلب بس ان هذولا لسه موجودين هنا. كيف اركب سيارتي انا؟ الو ولد والله ما اشوف شيء. يا ساتر علقوا في السياره يا عيال. الو اقدر انزل عيال؟ ما اقدر انزل. قول الو عيال شوفوا موتني كيف. والله معدوم صح. يا ساتر ايش الجلتشات اللي صاير؟ وخر انت ما ابي اصدمك. يا ساتر يا عيال جاني بلاغ ما ادري ايش، ترافيك ستوب ما ادري ايش. خلينا نروح له. توقع هذه المهمه الجديده يا عيال حقت الزحمه، اكيد بيخصمونا. خلا يخصمون يا رجال. نبي نلحق نشوف ايش السالفه. والله يا عيال يا موترنا معدوم. يا ساتر احول. هي هذا كيف بروح اسلمه القسم يا عيال؟ بيطردوني يا عيال. بس اول مره يجيني بلاغ هذا حق ترافيك، ما ادري ايش سالفته. ايش اللي صاير يا عيال؟ ايش فيه؟ نقطه تفتيش يا عيال. اوكي ابشر بي عندي الموضوع. هنوقف الدورية حقنا بس هنا. اوكي انزل. معنا 360 نقطة. دايم نقطة تفتيش يا عيال. المفروض اوقف الدورية حقي هنا قدام، بس يلا خلينا نحط الساين زي كذا ونأشر بها اتوقع صح؟ ايوه نأشر بها. خلينا ننتظر السيارة هذه جاية. غريبة في النقطة انا الحالي، بس الدوريات هذه مين فيها؟ اوقف 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 اوقف. ايه ما يبي يوقف. اوقف يا حبيبي اوقف. السلام عليكم كيف حالك؟ معاك يحيى ابراهيم. عطني ايش اخذ منه؟ عطني حق السيارة. اوكي قول عيال في اشياء جديدة. لو القزازة مكسورة، لو انه ما نزل القزازة، لو ان السيارة متضررة او عنده اضاءات تحت السيارة. حلو 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 حلو. طيب اصبر اصبر خلينا نشيك على السيارة نشوف وضعها. توقع السيارة هذه تمام ما فيها اي شيء. نتأكد من اثباتاتها. ما ادري والله ايش عطيته يا عيال. اوكي عطني الاي دي بقول له. اي دي and if available proof of insurance please. الاي دي والتأمين. حلو 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 حلو. لقينا مهمة جديدة يا عيال. اوكي يا عيال التأمين عندها منتهي، واثباتها تمام، بس تامينها منتهي. فراح نقول لها بنعطيها مخالفه على التامين، يعني بس هذا اللي بنعطيها. راح تعدي هنا يا ابراهيم. ما عندي. اوكي اللي هو الانشورنس عطها قسيمه. You ticket because you don't have valid insurance. You're ruining my day. والله معليش. يلا يلا It's fine. Have a nice day. يلا توكلي على الله. اوكي اعطوني 25 نقطه. خل ارجع الساين وينها. وقف 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 وقف. يلا 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 لبق لبق لبق. قدم يا مدير. هذا ايش جابه هنا؟ اوكي لازم هذا يقدم على اساس يقدر اشيك على سيارته قبل يوقف اصلا. اوكى سيارته تمام ما في اي شيء، بنتاكد بس من تامينه واموره. هله وين راح؟ الو وين راح ذا؟ ما امشي 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 عشان ما تصير زحمه. حرك 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 حرك. تعال 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 تعال, تعال. هذا قزازته مكسوره يا عيال. ما اقدر اكلمه لازم يوقف. المشكله مكان النقطه غبي يا عيال. يا الله هذا مو راضي يطلع ولا ايش؟ اطلع يا مسلم لا اجيب لك سطحه. والله مكان النقطه خايس. اوكي بدأوا يمشون بس هذا مو راضي يمشي.
انا اوريك. ما هو راضي يمشي يا ولد، امشي يا مسلم. كيه الحمد لله مشى. بيروح يوقف ولا وين بيروح؟ مشى مشى كويس. شو ثواني يا عيال، خلي اتفاهم مع هذا. اوكي توقع يا عيال عنده قزازته مكسوره. I pulled you over due to your broken windshield. نسيت ما اقول لنا ذا. I didn't have the money to repair it yet. ما عنده فلوس عشان يصلح. والله ما هي مشكلتي والله. والله ما هي مشكلتي والله. يلا. I'm issuing you a ticket for driving with a broken windshield. القسيم 250. احنا المرة تصلح. I don't have that much money. والله مشكلتك والله. You're good to go. Bye. يا إبراهيم ما عنده تفاهم. يلا توكل على الله. يلا حرك 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 امشي يا ولد. يا ساتر هذا ايش فيه مسرع يا ولد. والله طايرين. نشوف هذا. تعال 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 تعال. يلا لبق 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 لبق. ايوه طبعا هذا موتره تمام، ما في اي مشاكل، حتى لوحه تتوقع انها تمام. يب بس بنتاكد من تامينه. خلينا نقول له انه وقفناه عشان نقطه تفتيش. Is anything wrong officer؟ نو ما في اي شيء، بس ID and if available proof of insurance. ما في شيء غلط بس متاكد. اوكي عيال هذا تامينه منتهي، واثباته لا اثباته مو منتهي بس التامين عنده منتهي. فخلينا نعطيه مخالفه على التامين. لا وينها؟ اوكي هنا هنا هنا. اوكي هذه هي، اعطيها قسيمه. Issuing you a ticket because you don't have valid insurance. Oh come on. That's so much money. والله معليش انا ادري انه غالي بس القم. Have a nice day. Goodbye. Have a nice day. توكل على الله. يلا يلا توكل على الله. الباص الباص هذا الباص احس هذا وراه شيء. فوق 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 وين رايح؟ يلا يلا يلا. ما ادري هل اقدر اوقف سيارتين مع بعض؟ ما اتوقع. خلينا نقول له انه وقفناه عشان follow my instructions and cooperate with a routine check. ايوه روتين. How can I cooperate officer? اوكي اعطيني اي دي يك. اي دي اند اف افيلبل بروف اوف انشورنس بليز. هير يو جو اوفيسر. في بلاغ لكن والله اني شوي مشغول مع هذولا. اوكي يقول لي ان عندها البطاقة الاحوال منتهية، تقدر انه تعطيها مخالفة او تخليها تمشي. والله ما تمشي. والله ما تمشي. This is patrol 4561 taking care of the accident. حتلقم على اثباتها، حتلقم على الاثبات. خلينا نقول له هذا تيكت، ونروح على الشخص ونقول له expired ID تيكت. والله ما يمشي. بنظام نظام. Why does it cost so much? الله يلا يلا يلا. It's fine. Have a nice day. يلا توكل على الله. اوكي جت بالاخضر. حلو مشت الحمد لله. نشوف اللي بعده، نشوف اللي بعده. لا هذا خليه يمشي. هذا خليه يمشي. والله بلاغات كثير يا ولد. تعال 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 تعال. وقف 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 وقف. هذا توقع لوحته منتهيه صح؟ يب لوحته منتهيه. يلا وقف. اي هذا ليه ما وقف؟ لازم يعني يشوف اللوحه. يلا شافها. يلا وقف بس شوي، خلي اللوحه، خلي الاشاره تفتح ويمشون ونلقمه. يا مسلم وقف وقف. عمي هذا ليه ما يوقف؟ وين رايح؟ بيوقف. سحب علي سحب علي يا عيال. لا وقف 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 وقف. شوف وين وقف الغبي. يلا يلا نلحق عليه سرعة سرعة قدام ذا. الله وقف بعيد. عطني شو اسمه ذا، وين؟ كيف نسيت؟ ابي اقول اني وقفته عشان ذا. I stopped you because your license plate is expired. ايه. Are you sure officer? ايه ايه والله اني شور. ايه والله. And if available proof of insurance please. Here you go officer. خلينا نتاكد بس من هوياته، نشوف ايش وضعه. What? Your shift is over, officer. الرجال اللي جوا اسود ومعطيني هويه واحد ابيض، كيف كذا؟ اوكي تمام 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 تمام. انا اوريك انا. انزل انزل. I'd like you to leave your car, go to the sidewalk. انزل 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 انت والله سالفتك سالفه. ايوه تعال يا حبيبي. ودي امسكه لان اوكي فيك اي دي، عنده فيك اي دي. I have to arrest you for carrying a fake ID. ايوه. What? اي والله. لا تقول لي لا وات ولا شيء. I need some backup here to take a suspect into custody.
القم هنا يحيى ابراهيم، ما حد يمشي من عندي. يلا 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 على السريع يلا قهر، ما عاد اقدر اعطيه مخالفه. اتوقع اقدر اعطيه هنا. اوكي نقدر نعطيه هنا بس صح. اوكي نسوي سيرش فيكل. اصبر اصبر خلينا نشوف معاه كعب يا عيال. طيب اتوقع انه نسطح موتر وحرام نخليه هنا لحاله. لازم نسطح يا عيال، لازم التسطيح يا عيال لازم، معليش والله. اوكي جو حياخذونه ذا الحين. اللي اعطاني 60 نقطه يا عيال، صار معي 530 دايم. يلا يلا ان شاء الله الترقيه هذه حتكون من نصيبنا باذن الله انه حنترقى، بس لازم نركز ما نبي نجيب سالب نجيب العيد. والله يا عيال السياره الصفراء هذه قهرتني من اول. شيل على الطريق يا عيال ما يضر. طيب احنا قسمنا هنا فخلينا نحط اشاره. والله يا عيال النقطه والله دايم مره حلوه، النقطه نقطه التفتيش باذن الله انه حلقه قادمه كمان نلعب فيها مره حلوه. يا عمي روح اقطع ما حد درى عنك. شوف شالوا سيارة سطحة يا عيال، ودي اشوف رئيس المركز ايش بيكون ردة فعله على سيارتنا. والله العظيم بينجلط يقول انت وين وين رحت انت كيف عايش. الحمد لله على السلامة يا عيال. توقع خلاص وصلنا القسم، القسم على اليمين ذا الحين حيجينا. اوكي هذول شويهم كلهم طالعين، هذول هاي بيجيبون فيه العيد على اساس عيد المشن كامل. والله ما عيد. اوقف واصير محترم، نغير موقف اليوم ونوقف هنا. ايوه. والله الموتر معدوم، ودي اوقفه بعيد. يلا يا عيال نسلم شفتنا ونشوف كم جانا بوينت يا عيال. حلو 550 تقريبا، كم حيجين هنا تحت 383 1200 عشان نطلع لليفل 7. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله يبي لنا وقت وقت يا عيال على بال ما نوصل هنا يا عيال نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى انها تنال اعجابكم يا عيال، اعطوني لايك على السلسلة هذه، اذا انت حاب السلسلة هذه لا تنسى تعطيني لايك. اتمنى ان الحلقة نالت اعجابكم، نشوفكم على خير في أمان الله.